من جمال الصوت لجمال الخيول، واليوم رح نختمها بالفروسية زي ما أستاذ عبد الله البرمكي خبرني قبل شوي، وهو أيضا محكم دولي بجمال الخيول العربية الأصيلة، وأيضا معه ابنه فؤاد البرمكي. أنت مربي خيول وأيضا عارض للخيول. أهلا وسهلا فيكم. أهلا أخوك. وحتى هيك نستغل الوقت يمكن بنهاية فقرتنا، أنا شخصيا قلت لك تحت الهواء بحب كثير الخيل. نعم. والخيل بيمثل الأصالة، الجمال، الصمود، الإرادة، القوة، يعني حتى السيارة لما بدهم يجوا يقولوا على موتورها بشبوها بالحصان. نعم. فنحكي شوي يمكن أستاذ عبد الله، وحضرتك محكم دولي وقبل شوي حكيت لي إنه كمان في عندكم مسابقة دولية هلا رح نحكي عنها. احكي لي عن الخيول العربية الأصيلة، شو بيميز الخيل العربي؟ حتى الغرب بيعرفوا إنه ما في بعد الخيول العربية. نعم، سؤال كثير جميل. بداية كل الشكر لحضرتك وللتلفزيون الأردني على هذا اللقاء الذي يوضح للسادة المشاهدين معالم جمال وقوة وأصالة وتاريخ الجواد العربي الأصيل. بداية، الخيول العربية هي ثاني مخلوق وجد على الأرض بعد البشر قبل كل شيء. وأهم من ذلك أن الخيول العربية ذللت لنا للبشر بدعوة من الله عن طريق سيدنا إسماعيل عليه السلام. وهذا طبعا وحده يكفي بأن نهتم بهذا المخلوق الذي كرمه رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. لا بل سمح له أن يختال وسماه خيل في القرآن الكريم. ممنوع الاختيال لأي كائن من المخلوقات إلا للخيل، بل سميت خيل. حب الخيول العربية الأصيلة هو طبعا بالنسبة لنا كل الخيول في العالم لم تسمى ولم تنتسب إلى أمة إلا الخيول العربية. فهي في كل مكان كما تفضلت وأسلفتي، في أمريكا، في أوروبا، في كل دول العالم مسماها الخيول العربية الأصيلة. لم يقولوا هندي ولا رومي ولا أوروبي ولا أمريكي، فحافظت على الهوية العربية. فخيولنا العربية الأصيلة هي تاريخ، عشق، بركة من رب العالمين. وقبل كل ذلك يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده للصدقة. هذا الحديث يكفينا إلى يوم القيامة، ليس اليوم ولا غد ولا بعد غد، إلى يوم القيامة. أستاذ عبد الله، عم نشوف يمكن صور من الخيول العربية، وكان زي ما قرأت مبارح بيقولوا الخيول العربية بتمتاز بالرقبة الطويلة، صح؟ هي يعني كيف تقدر حضرتك محكم دولي بجمالها، كيف تقدر كمحكم دولي اول شيء نفرق الخيل العربي عن الخيول الاخرى، وايش بتركزوا بجمال الخيل، على شو بتركزوا؟ سؤال جميل. بدايه اود ان انوه ان الخيول العربيه جمالها يعني قوتها. هي ليست تحفه توضع في البيت. نعم. هي حتى تفاصيل الجمال، عندما نحكم للجواد العربي الاصيل نحكم نقاط قوه، وهي الخمس المعتمده عالميا: الهوية العربية لها 20 علامة، الرأس والرقبة لها 20 علامة، الجسم وخط الظهر 20 علامة، القوام 20 علامة، وأخيرا الحركة 20 علامة. إذا علامة 120 لكل لهذه الأقسام الخمسة. أما الأقسام الخمسة هي تعني تناسق وقوة وجمال وصلابة الجواد العربي الأصيل. يعني هذه معلومة يجب أن يعرفها الجميع، أن خيولنا ليس فقط جميل، هي جميلة بالشكل لكن بالجوهر هي أجمل. وهذا هو المطلوب، الجمال الداخلي والجمال الخارجي. وهذا اللي بنحكي عنه عن الخيل. أنا بدي أنتقل لفؤادك سريعا وأقول تربيت مع الخيل فؤاد، كونه طبعا والدك يعني متخصص في الخيول، فإحنا بنحكي عن الطفولة مع الخيل. شو زرع فيك هاي العشرة بينك وبين الخيل؟ شو تغير فيك؟ شو كيف يعني نما حبك للخيل كونك أنك صرت كمان مربي وعارض للخيول؟ أنا بداية بشكرك على الاستضافة. بالعكس، أنا شغلي أنا من وأنا صغير كنت أروح مع والدي على مكان الخيل وهيك وتعلم معهم وهيك، ما كان لي هواية للشغل بس شوي شوي تنمت فيي هذا الشيء لحتى اني صرت احب هذا الخيل. يعني صرت يعني اسستني اي شيء ثاني مقابل الخيل، يعني بشغلي بالخيل. بعدين صار في عشق واحساس بيني وبينهم، وتدريبهم طريقه تدريبهم تكون غير تمام، فبتاخذ مني وقت وانا مستمتع فيهم. يعني مزبوط، بحبوا السكر. بحب السكر والجزر. والجزر سكر، جزر، التفاح، هاي الاشياء بتعطيهم زي حافز يعني لقدام، انه انا عملت معي شيء منيح، انا بحفزك يعني عم بكافئك. بالضبط. عم بكافئك.
احنا عجبنا موضوع الخيل كثير، وان شاء الله بصير لنا فرصه انه نكون من الاسطبلات الموجوده عندكم بالخيل، حتى يعني نكون يمكن على الهواء مباشره نورجي كل الساده المشاهدين الخيل على ارض الواقع. بس اذا بدنا نرجع استاذ عبد الله للمسابقه اللي بابو ظبي قلت لي. نعم ان شاء الله اليوم انا مسافر لابو ظبي. نعم. ان شاء الله تروح وترجع بالسلامه. احكي لنا شوي عن المسابقات بشكل عام وعن مسابقه ابو ظبي. نعم بتكون مشارك فيها؟ هي مشاركات كثيره، انا طبعا شاركت، حكمت في المغرب، حكمت في الامارات، حكمت في الكويت، حكمت في سوريا، في مصر، مسابقات عديده، وايضا اعلق، انا معتمد في معلق الشرق الاوسط، اعلق على جميع البطولات هذه ايضا من خلال قناه ابو ظبي وايضا خلال قنوات المعتمده في الدول التي احكم فيها ايضا. الخيل المسابقات هي كثيره واهتمام كبير جدا، وخاصه هذه الخيول يهتم بها عليه القوم. يعني المثل بيقول ما عنده عيل ارستقراطية بالضبط، لأنه مكلفة الحقيقة، مكلفة شوي، لكن الذي يستطيع أنصحه أن يقتني خيول عربية أصيل، لأنه فيها الخير، فيها البركة، فيها سبحان الله السعادة. تجد المتعامل مع الخيول العربية الأصيلة تجد دائما تجده بشوش، تجده خير، تجد لديه الشهامة والمروءة، كيف لا، وهي رياضة النبلاء. صح. رياضة الفروسية. فعندما أنا أذهب وأعلق على البطولات طبعا من خلال القنوات الفضائية أجد ضالة حقيقة، لأنه أتكلم عن هذا المخلوق المكرم، لأنه هو واجب علينا أن نتكلم عنه الكثير، هو ليس فقط جميل، واجب علينا أن نشهر إنجازاته. نستذكر أن على صهوة هذا الجواد العربي الأصيل وصلنا الأندلس وفتحنا الأندلس، ونستذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا فيه خير وهم بذلك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذاهب إلى صلاة الجمعة فرأى فرس في طريقه ومسح بكم من الشريف ثم الفرس، وتعلمين في ذلك الوقت لم يكن اسطبلات لكن كانت الخيول مربوطة برا وكان تراب، فمسح بكم من الشريف الأبيض أنف الفرس. قال أحد الصحابة رسول الله كمك الشريف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يوم أمس أخي جبريل عتبني بالخيل. يعني لاحظوا هذه العلاقة بين منذ الأزل. طب أستاذ عبد الله، لما عم نحكي عن الخيل الجميل، مين هلا أجمل خيل في، يعني مين اللي حصلت على يعني أو حصل على ملك جمال الخيول العربية؟ إحنا لنا الشرف بالأردن حصان عربي أصيل تولد للإسطبلات الملكية، ووجه من هنا التحية لصاحبة السمو الملكة الأميرة عائلة بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية الملكة التي ترعى وتدعم الفروسية بشكل عام، وخاصة أيضا رياضة جمال الخيول العربية الأصيل، وهي محكمة دولية أيضا نعتز بها دوما ونفتخر كأردنيون. هليل رمضان، هليل رمضان في العام 2002 حصل على بطولة العالم. هو من أب من قمر الزمان، والأم هبوب كحيلة عجوز أردنية. الله. من 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 أيام الثورة العربية، سلالة تلك الفرس. وبالمناسبة الخيول العربية تعود إلى سلالات وعائلات كما نحن البشر نعود إلى سلالات وعائلات. هناك الكحيلة، الكبيشة، المعنقية، الحمدانية، الصقلاوية، العبية، كل هذه الخيول تعود، والسلالات تعود عادة بالنسبة للخيول العربية الأصيلة تعود إلى الأم، الأصل إلى الأم وليس إلى الأب كالبشر. تمام. يعني عالم الخيول عالم. نعم. كثير كبير، ويمكن لو في عندنا وقت كان حتى بنتحدث عن ولادة هاي الخيول، كيف ممكن انه يصير في دمج بين الخيول، ولكن ان شاء الله لنا حلقات قادمة اكيد رح تكون مع الخيل. أكيد. ونحكي اكثر بالتفصيل. لكن سؤال الاخير لفؤاد، صعب الواحد يركب خيل؟ لا اكيد مو صعب، يعني انا بقدر اتدرب واركب طبعا هي ستيب باي ستيب رح نوصل للمستوى المنيح والتقدم في الفروسيه. يمكن اسهل الواحد وهو صغير انه يتدرب على الخيل من ما هو يكون هي حسب الابيليتي اللي عند الشخص، لازم يكون في قابليه عشان يعطي للركوب. بس ما في موانع، اي شخص بيقدر يتدرب يركب خيل ابدا، من 5 سنين الى ما لا نهايه يستطيع يتدرب، بده شويه قوه قلب ويتجه الى مراكز الفروسيه ويكون هنالك فارس، وان شاء الله يجب علينا كاباء وامهات ايضا ان نشجع أولادنا. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فالخيل يعني نهاية عشق بالنسبة لي، بقول ولا ماله صح. إلا الخيل عندي أعدوه. وإن كنت من حمر الدنانير موسرة وأقاسمها مالي وأطعم فضلها عيالي وأرجو أن أعان وأنجرة، وإن لم يكن عندي جواد رأيتوني لو كان عندي مال قارون معسرة. سلم لسانك يا أستاذ عبد الله. أنا بس بدي أقول يمكن لازم يكون كمان الواحد في علاقة بينه وبين الخيل اللي ممكن عم
بيتدرب عليه أو عم بيركبه كخيال حتى يصير زينا زي البشر أكيد بيننا وبيننا هذا الحيوان الأصيل إذا ما نسميه. شكرا لك أستاذ عبد الله البرمكي، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك فؤاد كمان برمكي، تحياتنا لكم. شكرا لكم لأنكم عم تهتموا بالخيل العربي الأصيل أكيد بكل سواء كتحكيم كتربية وأيضا كركوب وكعرض كمان. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك كسراندرا، وأنا متشكر على هذا اللقاء الرائع الذي جعل على الأخوة المشاهدين يعرفون ما معنى وقيمة الجواد العربي الأصيل. شكرا لك. شكرا لك ست ألكسندرا. شكرا فؤاد. إذا أنا مشاهدينا بها الجمال بالأصالة بالقوة بنختم حلقتنا لليوم من يوم جديد، أكيد نتمنى لكم بقية يوم تكون ولا أروع. مني أنا ألكسندرا البوري من دعاء للشروف، وأيضا من معدة حلقتنا لليوم سهير عرار، مخرجنا حسين تيم، وأيضا مشرف البرنامج مأمون مشاد. كل التحية، بقية يوم ولا أجمل. إلى اللقاء بحلقة جديدة من يوم جديد. باي باي. أنت الحياة، الحملة الوطنية للتوعية بمرض فقر الدم.